بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأحباب في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وصباح الخير على الجميع. أكيد اليوم صباح مختلف وصباح متميز جدا، يتوشح بالأزرق. ألف ألف مبروك لكل عشاق الموجة الأزرق داخل وخارج حدود الوطن الحبيب. ليلة كانت يعني من أجمل الليالي، عودة الكأس الزرقاء من جديد، وكذلك الانتصار على المريخ بهدفين مقابل هدف. المباراة اللي وحدها نحن بنعتبرها هي كأس في حد ذاته. أكيد الأمس كان الجميع فرح جدا، خصوصا بهذه النتيجة الكبيرة وعودة الانتصارات وعودة الكأس من جديد إلى الديار الزرقاء. ألف مبروك لكل الناس اللي تعبت خلال موسم طويل جدا عشان في الآخر يتوج هذا التعب والمجهود بهذا الكأس الغالي. أجمل تحية أكيد من فريق عمل يوم الاثنين اللي بنفذ هذه الفترة على الهواء مباشرة، مرتضى النعمان، سامي برهامي، الرياح، أكيد داليا، وكذلك تحيات مازن في الرؤى الإخراجية، وكل الناس اللي بيبثوا هذه الفترة على الهواء مباشرة. أحلى تحية لسيد البلد، صباح الخير عليكم. Yeah.